أكد المجلس القومي للمرأة أنه يواصل وجوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية القادمة. وقالت رئيسة المجلس مايا مرسي إن المشاركة بالتصويت في الانتخابات القادمة تعد حقا دستوريا أصيلا وواجبا وطنيا على كل فرد، وأضافت أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائما تثبت حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها، وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظر منها مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة.